حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشه رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه